في فرنسا بدأت الأحزاب السياسية التحضير للدورة الثانية من الانتخابات النيابية المبكرة والمقرر إجراؤها في 7 يوليو الجاري. وكانت الجولة الأولى قد أسفرت عن تصدر حزب التجمع الوطني والذي يمثله أقصى اليمين متقدما على تحالف اليسار، في حين حل معسكر الرئيس ماكرون في المركز الثالث. عهد جديد ستعيشه فرنسا خلال الأيام المقبلة وحتى 7 يوليو المقبل، موعد الدورة الثانية من الانتخابات النيابية المبكرة، وذلك في ظل تقدم التجمع الوطني أي أقصى اليمين وسعي حزب الجبهة الشعبية اليسارية مع تكتل التحالف معا أي التحالف الرئاسي لمنع وصول هذا التكتل أي التجمع الوطني أي أقصى اليمين مع حلفائه إلى الأغلبية في الجمعية الوطنية. أعتقد بأن الفرنسيين بحاجة إلى الوضوح، والآن هناك اتجاهان في البلاد، إما تحالف اليسار الذي يصطف خلف جان لوك ميلينشون الذي كان لديه على الأقل موقف واضح وغير غامض، الاتجاه الثاني التحالف الذي أقوده مع التجمع الوطني، لذا اللحظة تتطلب وضوحا. خيارات، انسحابات، تحالفات من الآن وحتى 7 من الشهر الجاري، ولكن الترشيحات ستنتهي للدورة الثانية حتى مساء الثلاثاء. انتصار الجبهة الشعبية الجديدة ممكن، ولأنه ممكن فهذا سيتطلب الكثير من العمل والمتطلبات، ويجب أن نكون على مستوى المهمة جميعا، وحتى يوم الأحد المقبل كل ثانية من الحملة ستكون مهمة. لا خيارات كثيرة أمام الكتل الثلاث الحزبية التي تأهلت إلى الدورة الثانية. حزب التجمع الوطني سيسعى إلى تعزيز أغلبيته، أما اليسار فهو سيسعى إلى نسج تحالفات أيضا، ولكن المشكلة تبقى مع التكتل الثالث أي تحالف معا، وهو التحالف الرئاسي الذي سيسعى إلى نسج تحالفات في كل دائرة على حدة. برأيي لا توجد فرصة تقريبا لخسارة التجمع الوطني إلا إذا حصل شيء استثنائي غير منطقي، وهذا لا أتوقعه بحيث تتحول الديناميكية لغير صالح التجمع الوطني. أيضا لا أرى كيف ستجد الكتلة الرئاسية فكرة يمكن من خلالها العمل ضد الجبهة الوطنية أي التجمع الوطني، كما أني لا أرى كيف يمكن للجبهة الشعبية أن تنهار لصالح المعسكر الرئاسي ليصبح في مواجهة التجمع الوطني. اللافت أنه من الآن وحتى 7 يوليو المقبل، موعد الدورة الثانية في الانتخابات النيابية المبكرة، أن أحزابا يسارية وحركات يسارية ونقابات دعت أيضا للبقاء أو للنزول إلى الشارع وللضغط من أجل عدم وصول التجمع الوطني أي أقصى اليمين إلى الجمعية الوطنية، لأنه في حال فوزه في الدورة الثانية فهذا سيشكل مفصلا تاريخيا في تاريخ الحركة البرلمانية الفرنسية وحتى الحركة السياسية في فرنسا. توني شمي، الحرة، باريس.